ياسر والأخ شيخ عبد الرحمن والشيخ محمد وكل الأخوة والأخوات. تفضل أخونا الحازم الزهراني. أخي الكريم، استمعنا كثيرا الحقيقة لهذه الخطبة الرائعة والمفيدة للمستمعين، وأتمنى أن يكون برنامجك مفيد أنت الفاروق، أنت الفاروق، حياك الله، حياك الله. لهؤلاء هلا يا بالفاروق، حبيبنا الغالي. هلا بالفاروق. أي نعم، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن التضليل الإعلامي الذي تذكره يا حاج وهد أتى من طرفكم، وأنكم تضللوا الناس حتى على أحاديثنا كمسلم وغيره، وهذا ليس إنصاف حقيقة، يعني لأنك أنت قرأت حديث مسلم بنفسك حبيبي الغالي، الله يسعدك، وقرأت قلت الصحابة، ولا يذكر في هذا الحديث الصحابة للأسف، وقريت على ذلك تقرر عنا يعني، وهذه مشكلة بعد كبيرة جدا يا حاج جواد. هذا أولا. زين ذولا شنو؟ ثانيا لحظة، لا بس لا قبل، أنا راح أبقى وياك حتى يفهم. هذول اللي دخلوا على النبي شنو كانوا، صحابة ولا كانوا كفار؟ أنت ايش قرأت؟ قرأت دخل رجلان من المسلمين. رجلان روح أسأل عنهم النبي محمد صلى الله لا عليه وسلم. مو عائشة قالت، لا أخونا في الحديث. لا تقرر عنها، خلي خدمك. لا هذا انت ما رأيت الحديث. لا هي مش انا، عائشة قالت. هذا شوف، خلينا نكمل. شوف راح اضع صبعي، خلي اضع، لا بس خلي بس هذا حتى الشبهة. لا شوف يا حاج وادي، هذا اصفر، هذا اقرأ، هاي من المسلمين لولا انا وضعت علي، هاي وضعت علي. يا حبيبي الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. دخل رجلان على النبي محمد. إيه من المسلمين؟ من المسلمين؟ رجلان من المسلمين؟ الله أعلم، هم مسلمون، هم مسلمون. هي قالت، عائشة قالت الله أكبر يا ربي، عائشة قالت هذا. يا أخي لا إله إلا الله، اقرأ 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 اقرأ. إيه أنا اسمع اسمع. قالت عائشة، فأي دخل رجلان على النبي أولا. هي عن عائشة، عن عائشة، الحديث عن عائشة. أخوان نعم، أخوان نعم. والله يعني أنتم تتكلمون بصراحة يعني في أحاديث، أنا عندي أحاديث لو بدي أسمعك إياه والإخوة المستمعون بالله يسمعون لهذا الحديث دقيقة. دخل أبو موسى الأشعري مع جماعة من المسلمين. كلمة وبنزل، ما نطول. لحظة شوي يا أستاذ. لا بس أخونا بس لحظة. لا أدري بس لا لحظة حتى لا لحظة. بس لحظة أخونا من أخونا بس خلي أكمل. مميسرة تركيا، لحظة أخونا مميسرة تركي الزهراني، أخونا الزهراني. خلينا بعيدا عن أنا شيعي وتستهدفني وتريد أن تطلعني أنا مو صادق، تريد أقرأ لك الحديث أو أنت تقرأ. الآن رجلان عندما دخل على النبي، عائشة قالت من المسلمين، أنت تكذب عائشة من عائشة صادقة؟ أقرأ. إخواني اللي مو المشكلة ذول بالتيك توك، شوف إخواني دخل على لحظة إخوان دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو، فأغضباه فلعنهما وسبهما، فلما خرج قلت، يعني عائشة تقول أنا قلت يا رسول الله من أصاب من الخير ما أصابه هذان، يعني ذولا جاهم خير فلو كانوا كفار. واضح، اسمع الله يا حاج وهد، يا حاج وهد ليش يرضى عليك يا اخي؟ لا تقرر عنا، الله يرضى عليك، ولا عن عائشه. الله هذا نص الحرام مو تقرير. هي تقول يكفي اخونا من اصاب، يا ابو اخونا الفاروق، من اصاب من الخير ما اصاب هذان؟ قال وما ذاك يا رسول الله؟ قالت قلت لعنتهما وسببتهما. فقال اسمع، أي المسلمين؟ هاي أمامك على الشاشة. لحظة، أوكي، أي المسلمين؟ أي المسلمين؟ يعني هل هم مسلمون؟ إي عرفت أنهم مسلمين؟ إي لأن هي قلت له أصابت خير والنبي قال بدل اللعنة إلى خير، فإذا هم مسلمين. قلت لك لا اسمع، أنا قلت لك لا تقرر. زين شوف، الله يرضى عليك. أمام الجميع، أنا سأغلق البث، إذا جئت لي
بدليل أن هؤلاء كفار، وأنا جئت لك أنا الآن أغلق البث الآن أمام الجميع. جيب دليل لحظة، أنت قلت من صحابة أولا، جيب لي دليل أنهم صحابة. أحسنت، الآن ثبتنا أنهم من المسلمين وما عندك دليل ولا شو. ما ثبت أولا أنت قلت يا أخونا الزهراني في نص صحابة. الحديث أنهم من المسلمين صحابة. لحظة، في نص الحديث صحابة. اي انا اقول والان اقول الصحابه صحابه ونص وثلاث ارباع. اسمع هدوء، كيف عرفت انهم مسلمون؟ ما من مسلم صح، ما من مسلم صح، الرسول قال ما من مسلم لم يقل هؤلاء الاثنين. زين كمل اسمع، النبي مو قال هؤلاء تبدلت سبهم الى حسنات ولا لا؟ لا ما قال كذا. لا ليش قال من أصاب من الخير ما أصابه هذا؟ ما قال كذا لا تقرر، قلت لا. لك لا تقرر عنه. يا أخوان والله بلوى أخواني، هذا كتاب هذا اسمع. لا خل أضع الكتاب على الشاشة، أنت انظر. دقيقة أخواني، هذا الكتاب على الشاشة، أعوذ بالله. شوف أخواني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. باب من لعنه النبي وسبه. شوف أخواني ماذا يقول. هي عائشة ماذا قالت؟ قالت من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان، يعني هذان أصاب من الخير. إيش هو الخير؟ أصاب من الخير يا أخي، يعني هؤلاء غير مصابين بالخير، هذا المعنى يا رجل. والله إذا جبت واحد من هذه الكرة الأرضية، بسم الله هذا المعنى، وأتحداك يا حجوة. تتحداني، افتح لنا، أوقف جيب لي واحد أمام الجميع، واحد من الكرة الأرضية سني قال أن هؤلاء لا ينطبق عليهم الحديث وأنهم أصابوا الشر، واحد من الكرة الأرضية. يا حبيبي خلينا في الخيارات. أنت تقول عليهم. أصبر أنت لويت كلام عاشر. يا حاج وعد الله يرضى عليك. كمل. أنتم تلوون دائما النصوص، الله يرضى عليك. إحنا تعبنا في كلامكم وتضليلكم. ممكن أكمل كلامي؟ تفضل. ممكن؟ أيوة أحسنت، جزاك الله خير، لأنك تحدي صعب. نحن الحمد لله أهل السنة والجماعة، ديننا واضح وكتبنا واضحة ونبينا واضح وتوحيدنا واضح، ولم نجعل الدين في 12 إمام، ولم نجعل ديننا كذلك طال عمرك في إن الأئمة أفضل من الأنبياء، أفضل. شنو علاقتها بالموضوع؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. شنو علاقة هذا الكلام بالموضوع يا أخي؟ ولم نجعل أنهم علق الحديث يا أخي، علق الحديث، اترك خطبة الجمعة، باكر الجمعة باكر. علق الحديث اللي قرأ الحاجوات. قبل ساعة خطبتين وما استفدنا منك شيء، كلك تزوير في تزوير. حبيبي، هذا اعتقاد الشيعة وهم في وهم، لا قرآن لا إمام لا أحاديث، لا عندهم حديث صحيح، لا عندهم إمام موجود الآن، لا متعة. يلا زين، الشيعة ما عندهم حديث صحيح. أنا أتحداك الآن، كم عدد حديث صحيح تريد؟ خلقوا من النور لا تستطيع إثباتها. يا رجل شوي خذ لك فرع المتعة. أخونا زهراني الآن خلقوا من النور يعبدونه وما عندهم حد يصعد، شوي خذ لك فرع المتعة، زواج المتعة والتقية ومعرفة إيش هي هاي الآن. والله أنت تنفعنا، لماذا؟ لأنه الآن الناس حفظت هذه المحفوظة وبدأوا الناس يكشفونكم، وهذه البرامج بدأت. تفضل عرج لنا، خذ لك فرع المتعة وعلى هذا وارجع. الزهراني ما عندكم تفسير. الله الحسن جعلتموها في اسماء الله الحسنى جعلتموها بعد الزهراني. لا تركه اسماء الله الحسنى تفضح دين الشيعة بعد. كمل. أنا أتحدى أي شيعي من الآن ومن منبرك هذا يا حج وعد أن يستدل على ويجيب لي دليل إن الأئمة خلقوا من النور. خلقوا من النور بعد ثاني شوي طعمها. وإن
طعمها بعد الأئمة أفضل من الأنبياء، طعمها بزيارة القبور. أبو شيخنا الزهراني، شيخنا الزهراني، شيخنا الزهراني عادة من يسوون الزلاطة شوي خلي لها مطعمات، شوي خليها زيارة قبور، شوي خلي لها إنه يا حسين، شوي الشعر الحسيني، شوي لطم، شوي تطبير، يعني حتى تسوي كوكتيل. لأن الناس الآن لما نقدم لها هذا المنيو اللي قدمته أنت يصير ناقص، يقول وين التطبير، وين والله يا شيخ حق لك من تفخروا. تدرون الآن الأخ ياسر لماذا أشكل عليه؟ تدرون أنا أقول لك ياسر الجواب ليش؟ لأن الوجع وصل إلى نخاع العظم مش للعظم، فلذلك هو شي يسوي متعة تطبير مدري شنو زيارة القبور اسم الله الحسنى خلقوا من نور معرف شنو عدكم حديث صحيح. هذا هو، هذا هو الصحيح. تفضل الشيخ وعد. احنا عن نفسي على مسبة الرسول هذول الشخصين، فما انتم مشتركين بنفس المعنى. الرسول يعني يقصد الزهراني انه للمسلم اذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم وبدون حق، لانه هو بشر يعني وامور الدنيا يجوز يتعصب يجوز يغضب، فتنقلب الى رحمه وحسنات له. فنحن نسالك سؤال واحد حاج وعد، يعني اذا انا مثلا معك كريم جدا سنوات انا اكرم واعطيك وكذا، فقد مراني ما اقدر اكرمك، فهل اصبح انا بخيل؟ فجاوبني انت، كمل جاوبني حاج وعد حتى بس اعطيك لا. فمات الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، يعني خلق العام أنه كريم أخلاق عالية، بس هذا ما يمنع أنه عنده أخطاء بسيطة، واحد من المليون واحد من المليار. لأن حتى يثبت بس خلي أقول لك أخونا ياسر، ياسر 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 أستاذ ياسر، بس أريد أقرأ لك هذا النص من اللي شرح هذا الحديث. بس سوي ميوت، سوي ميوت. نعم نعم هذا ميوت. شوف اللي شرح هذا الحديث يا ياسر يقول قوله باب قول النبي صلى الله عليه وآله من آذيته فاجعله زكاة ورحمة. شوف الشيع إخواني كيف صادق، وسأظهر لكم الآن المجلد الحادي عشر. أي والله هذا المجلد الحادي عشر، سأظهره لكم الآن من هذا المجلد، بس الصبر خل أقرأ لك يا أخ ياسر حتى شوف إحنا صادقين ولا لا. يشرح هذا الحديث يقول ومن طريق الأعرج عن أبي هريرة مثل رواية ابن أخي شهاب قال فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعله زكاة ورحمة. شوف ايش قال، فأي المؤمنين، واضح يعني ذولا من المؤمنين ولا لا. شوف لما يشرح الحديث ما قال انه ان هذين الرجلين من الكفار، ولذلك قال ورد من طريق آخر فأي المؤمنين شتمت وهذا فاجعله زكاة ورحمة. تفضل حاج وعد. معنى الحديث إما كافرين وإما مؤمنين، فإذا مؤمنين هي زكاة ورحمة، وإذا كافرين فهم يستحقون. والرسول عليه الصلاة والسلام حتى على الكفار ما يعني هو ثبت شتمه وسمسبته، قد تجوز حوادث قليلة جدا جدا جدا. فهوني على مود تثبت أن الرسول له طبيعة بشرية بعد أمور التبليغ والوحي، فهذا يعني اعتقاد أهل السنة، يعني أخلاق الرسول عالية وهو ليس سباب ولا لعاب، ولكن قد يعني طبيعة البشرية للإنسان يخطأ مرات أو حشأ من الخطأ يعني أشد كتصرف، فهذه دعا ربه أنه تقلبها حسنات، يعني تقلبها حسنات وزكاة ورحمة. طيب الرسول تسمح لي أرد عليك؟ نعم تسمح لي أرد عليك. طيب الآن السؤال، الآن الآن السؤال، النبي صلى الله عليه وآله عندما سب هو مو قال لنا ليس المؤمن باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، لماذا يتكلم بالبذيء؟ نعم هو شوف أستاذ وعاد، يعني إحنا ما كلمة مسبة، أكو كلمات غليظة بالمسبة تعتبر مسبة وكلمات بسيطة تعتبر، هاي واحدة. ثاني شيء السباب هو اللي كل كلامه مسبة، يعني أنت تعرف أكو كل كلامه مو زين بذيء،
وكل إنسان بالسنة بالمئة سنة تطلع منه كلمة مو زينة، فهذا نسميه صاحب أخلاق عظيمة. أما الإنسان اللي أكثر كلامه مسبة، هذا السباب، هذا الطعان، هذا يعني لحظة يعني مقتضى الحديث يعني ليس المؤمن باللعان، يعني المؤمن ممكن بحياته مثلا إذا عاش فد 50 سنة على 365 يوم أضربها، فمعناها فد 4 سنوات 5 قضاها بالسب، ها قضاها بالسب، هذه مو مشكلة لأن ما تعتبر حجي يعني طول حياته إذا سب مرة أو مرتين هذه ما تعتبر مسبة، هذه تعتبر يعني ما. أما الشخص اللي كل كلام وسالي 10 مرات اتصلت به يعني كنت سمعت مني كلام ما طيب، لا حسن. فأنت بنفسك تقول هذا إنسان أخلاقه طيبة. أما إذا شخص يطعن هذا البث ويفوت بالبث إيه، بس هذا مو النبي يا أخي، يا أخي نبينا الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا نحن، لا ياسر أخونا أستاذ ياسر معشار من أخلاقه أستاذ ياسر، بس هذا مو بالضرورة أنه نبينا صاحب الأخلاق حتى لو كانت مرة مرتين ثلاثة، هذه المفروض ما تخرج من النبي لأن هو معلمنا. طب أنا الآن عندي 1900 حلقة الآن في هذه الدعوة، أنا تقريب 35 سنة في هذه الدعوة، نعم الآن موجود أشرطتي ولقاءات التلفزيونية، أنا ما أقول أتحدى، عمري ما تلفظت لفظ فيه سب وشتم لا للأعراب، فهذا معناه أنه أنا أحسن من النبي. جواب مالك أنت بنفسه راجعة يعني ذيك المرة تقول ما ظفرة في رموزك كلها، هذا مو سب، حتى رديت عليك قلت لك إحنا رمزنا علي، رمزنا لا. القرآن رمزنا، الرسول رمزنا، أبو بكر رمزنا، حتى رديت عليك ما ذباحة والتلفاحة، هذه موسى لا لا هذه اخونا موسى، هذا اقول لك انت اخلاقك كريمه واسلوبك كريم ولسانك طيب الله يحفظك، يعني اكو يتعصب من تحكي معاه يتعصب زين، انت لا انسان لا ما معناته انت ما تنسبيت ولا تنشتمت. اشكرك حجوان، اشكرك انا اعطي المجال للاخوان ان شاء الله. استفزازي هذا الحجوان استفزازي، يقول لك يفكك الكلام يفكك الحروف، هذا المشكلة عنده يا أخي. أنا وياك أصدقاء، لا تخرب علاقتنا، لا تخرب علاقتنا. حيا الله الشيخ الزهراني، تفضل أخونا الشيخ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.